ولاية تبسة 9 ضحايا في حادثة تحطم الطائرة العسكرية. الضحايا هم شباب، ومنهم من لم يمر على زفافه إلا أسبوعين. قد خيم حزن كبير على الولاية، وتوافد الكثير على العائلات لتعزيتهم ومواساتهم. 9 ضحايا أحصتهم ولاية تبسة على إثر تحطم الطائرة العسكرية اليوم، وهم من الشباب الذين انخرطوا في صفوف الجيش ووهبوا حياتهم فداء للوطن. العريف الأول طهري مراد، صاحب 25 سنة، من مدينة بئر العاتر، لم يمر على زواجه إلا أسبوعين. لم يبقى له إلا هذه الصورة مع والدته وأصدقائه تخلد لحظة من حياته التي تركها ورحل. عياد السيد هو رقيب ممرض، ترك مقاعد الجامعة والتحق بالجيش. هو الآخر من مدينة بئر العاتر، غادر الفقيدين وترك البلدة يخيم عليها حزن فراقهما وهما في ريعان شبابهما. عماد الدين عبيد وهو من مدينة الشريعة، كما أحصت مدينة الونزة شمال الولاية رحيل 3 من أبنائها، هم بغرارة حسام، جديد إسلام، بخملة سيف. أما أحمد أيمن لم تبقى له إلا هذه الصورة مع ابنته، وهو من مدينة العقلة. فاتح نويري، والذي يظهر في الصورة بلباس زفافه مع والدته، من بئر المقدم. اسمع العلي من العوينات، غادروا هؤلاء وتركوا تبس المجاهدة في حزن عميق وشهادة أخرى على ما تقدمه الولاية للوطن. ولاية ميلاد.